الرئيس يريد حياة سياسية قوية في مصر، يريد أن يكون للأحزاب دور مهم في الحراك السياسي في الفترة القادمة. شفنا دور الأحزاب اللي أبرزته داخل الحوار الوطني، والآن نحن أمام سباق رئاسي به تعددية وعلى مسافة واحدة من كل المرشحين. الأحزاب شايفة أهمية المشاركة داخل الانتخابات الرئاسية، وإيه دور الأحزاب في تثقيف الشعب بحقهم الدستوري داخل الانتخابات؟ يعني بداية أنا متفق معاكي إن في عام ونصف تم تنشيط الحياة الحزبية المصرية بشكل أكثر من رائع وبشكل أيضا غير مسبوق، لا في العقد الأخير من الزمان ولا في العقود السابقة، لأن دعوة رئيس الوطني دعوة كانت غير مشروطة، كان بدون إقصاء أحد، كان بدون خطوط حمراء، كان الرئيس بيتابعها بنفسه بكل دقائقها وتفاصيلها. حدث غير مسبوق. نعم، والأحزاب السياسية شاركت فيها بإيجابية، وأنا بتكلم عن حزب الجيل. يعني هذا الحراك الحزبي السياسي الواسع كان هو أعظم تمهيد للانتخابات الرئاسية الحالية. الانتخابات الرئاسية الحالية دي أولا دي أهم انتخابات في تاريخ مصر، أهم انتخابات مصرية، لأن بيتوقف عليها اختيار رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في مصر هو رئيس الدولة، هو الحاكم بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية، هو القائد أعلى القوات المسلحة. منصب خطير له تأثير، ومصر دولة مركزية من 7000 سنة، وبالتالي اللي قاعد في على سدة الحكم في قصر التحالية هو بيتولى أخطر منصب في البلاد. وبالتالي زي ما أنت سألتك ما قلتي، ده محتاجين فيها إن الناس كلها تشارك، وده اللي كان حرج عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب دور الأحزاب بقى أو دور الحزب عند حضرتك في تصويت الأحزاب؟ لها دورها التوعوي زي ما أنت قلتي. الأحزاب لازم تكون عدت عدتها منذ فترة، لأن إحنا يعني كان قبل الانتخابات الرئاسية المفروض في انتخابات محليات، المفروض إن كان في انتخابات مجالس نواب وشيوخ من 4 سنوات، وبالتالي الأحزاب في حالة إعداد دائم لكوادرها، يا اما للمشاركه في المحليات او المشاركه في الانتخابات. المجالس المحليه هتشيل عبء كبير قوي عن البرلمان وعن الحكومه. يعني انتوا عملتوا برامج تثقيف وتاهيل للشباب استعدادا للانتخابات المحليه؟ عملنا عندنا مركز الجيل للدراسات في المقطم، عملنا فيه دورات تاهيليه لكل راغبي. ابرز الكوادر يا استاذ نازل طبعا، وده اللي ظهر في الحوار الوطني. يعني 113 قضيه منه اللي عداها قيادات حزب، لما استعين بكوادر من خارج الحزب، اللي عداها كوادر الحزب تم اعداده من خلال مركز الجيل للدراسات، ومن خلال يعني شباب مؤهل لخوض الانتخابات المحليه، وشاب مؤهل، ومش ليس فقط لخوض الانتخابات المحليه، ولكن مؤهل لحمل اي عبء، اي حقيبه.